منا ما بيعرف اللوحة الحلوة لمكونات المجتمع السوري على طول جغرافية البلاد. من هاي المكونات هو الشعب الكردي اللي أول ما بنسمع فيه بيخطر ببالنا فوراً الشخصية الجبلية الصلبة بحكم البيئة اللي أثرت بأغلب خصائصه الشخصية. بهاي الحلقة الأولى من برنامج زوم كرد رح نسلط الضوء أكثر ونتقرب من شخصية الكردي من حيث العوامل اللي أثرت فيه وكونت شخصيته. شو هي أبرز الخصائص والصفات اللي تميزت فيها الشخصية الكردية لا سيما إنه هو معروف عنه العناد؟ منتابع هالتقرير ومنرجع لنتعرف أكثر على الشخصية الكردية. الأكراد هن من الشعوب اللي بتكون الفسيفساء السورية واللي طبعاً عاشت مع باقي شعوب المنطقة من عرب، آشور، سريان، أرمن وشركس. الأكراد مثلهم مثل بقية الشعوب، بقيوا محافظين على خصائصهم اللي بتميزهم عن غيرهم. من أهم هاي الخصائص طبعه الحاد الملتهب بالحماس، ولكنه بالوقت نفسه بيتمتع بروح المرح والدعابة لأقصى حد. بيتميز الكردي باستقامته اللي ما بتتزعزع وبيحافظ على العهد اللي بيقطعه، وهذا معروف كتير بين المجتمعات اللي بتتعايش مع الكردي مثل العرب والآشور. بيمتاز الكردي كمان بعلاقته القوية بالأقارب، ومفهوم الأسرة بالنسبة له ما بيقتصر على زوجته وولاده، بالعكس تماماً الأسرة بتشمل أي بيت كردي بأي مدينة كانت وخصوصاً بالغربة. بيت الكردي هو بيت لكل الأكراد وحتى لأهالي المنطقة من غير الأكراد. وبيتميز الكردي كمان بحبه للأدب والشعر واعتزازه الشجاع ببلاده وقوميته. ولهيك الكردي بقي محافظ على عاداته ولغته رغم كل ظروف الاضطهاد اللي تعرض له من الأنظمة الاستبدادية، وخصوصا بسوريا تحت حكم الأسدين الأب والابن. شخصية الكردي بتتمتع باحترامه وتقديره للمرأة، وهذا واضح بالمجتمعات الكردية اللي ما بتنظر لها على أنه لازم تندفن بالبيت، بالعكس تمام المرأة لازم تكون مشاركة وبقوة بكل جوانب الحياة بما فيها السياسية والعسكرية. وما في شك أنه هالخصائص اللي بتمتع فيها الكردي اجت من طبيعة العيش بالبيئة الجبلية واللي بتعطي الإنسان هاي الميزات مثل ما عطتها للشعب الكردي. ترى الكردي فعلا عنيد أم هي صفة مجرد مصطلح بيقوله الشخص يلي ما عايش الكردي وتعامل معه عن قرب؟ عندما يقولون الكردي عنيد يعني هو نوع من الإهانة، وعيد وكرر نوع من الإهانة، بمعنى بعيد عن التمدن، بعيد عن الحضارة، بعيد عن المدنية. أنا لا أحبذ هذا القول ولا أحبذ هذه الصفة. نحن لسنا عنيدين أكثر من غيرنا، نحن لسنا لا نتصف بالخشونة أكثر من غيرنا. الكردي رأسه يابس، لا مو معنات الآخرين رأسه لين وطيب ولطيف إلى آخره. الكردي رأسه مثل رؤوس الآخرين أيضا. اكتسبنا هذه الصفات الموجودة بيناتنا من محيطنا الاجتماعي الذي لا يختلف بشكله العام عن المحيط الذي نما فيه العربي أو التركي أو الفارسي أو أي شعب آخر من شعوب الجيران. معناها هذه الصفة إذن صفة غير حميدة، من المفضل أن لا يصف بها شعب بكامله بالعناد بالجلادة والغلاظة أو الخشونة أو أي صفة أخرى مرادفة لها. الكردي شخص عنيد، مثل ما يقولون إحنا الأكراد رأسنا يابس. إذا بدنا نعمل شيء، إذا بدنا نعمل شيء، إذا غلنا شيء لازم نعمله، لازم نفعله. نعم، فالكردي عنيد بشكل عام. عناد الصفة مو محصورة بالأكراد فقط، إنما هي صفة موجودة في كل عند كل الشعوب، إنما قد يكون الكردي أعند لأن حقوقه مهضومة أكثر من غيره، والضغط يولد الانفجار. لذلك نرى أن الكردي أعند من غيره. وهيك منكون عرفنا لمحة عن أهم صفات الشخصية الكردية وطبيعة الكردي، وهلأ منروح مع بعض لاستطلاع اللي سألنا فيه شريحة من الكردي السوريين سؤال: شلون يعني الكردي عنيد؟ هات موقف بدل على هالشي. عم نمشي أنا وصاحبي، ففي ضابط ما بنعرفه ضابط لأنه لابس بيجامة،
ليش ما تضرب تحية؟ هاي عادي لما تشوف الرتبة بدك تضرب تحية للرتبة، ما بنعرفك شو أنت، ليش هالعقيد بس الرتبة بدنا نعرفك عقيد لنضرب لك التحية يعني. عم صار نوسخ طبعا مسبة، عقوبات مع عقوبات متبطحة ما بدنا. قرب علينا هيك، حط إيده على رأسنا هيك شعرنا هون، بده ينزل رأسنا ما نزلنا مثلا، منكم من هون مثلا عناد، في مثلا بيحملوا للكردي حمل أكبر منه بيشيله. الكردي هو عنيد، هو كان متمسك بجذوره بعاداته بتقاليده. الكردي بيجي صادق قبضاي، والموقف اللي صار معي بحياتي هو أنا حبيت شخص إنساني كانت من هي منا كردية، ووالدي هي قصة العند، والدي ضل فترة يقول ما بنجيب غير من ملتك يعني من الأكراد. هذا العند الموقف اللي صار معي كعند، والدي يعني 7-8 سنين يقول لا ما بدي أجيب لك إياه. مثل ما يقولون الكردي تنة تنة، خلاص إنه رأسه يابس. الكردي إنسان حازم، إنسان صارم، قراراته غير قابلة للنقاش. طبعا هذا ناتج عن الظلم اللي تعرض له عبر الأجيال، وناتج عن طبيعته الجبلية، وهذا العند قد تورث عبر الأجيال. والله العناد أنه شيء مكتسب، يكتسب من المجتمع اللي يعيش فيه من القديم، وكسبب أساسي أنه أقول لك أنه والله هذا عناد، أنه من طبيعة ما نعرف أنه الأساس التاريخي لهذا. إمتى بيكون الكردي بعيد عن العناد والتشبث بالرأي، أو العكس إمتى بيتشبث الكردي بموقفه أكتر؟ خلينا نشوف. يتصف الكردي بصفة معينة، وهو إن أراد شيئا يريده كاملا متكاملا أو يرفضه رفضا قاطعا، حل وسط تقريبا ما عنده. بالسياسة لا أتصور أن الكردي عنيد مع الأسف. العلاقات الاجتماعية نعم هناك فرق بين جزء وآخر مثل ما تكلمت. بالنقاشات نعم يصرون على رأيهم، وخاصة إذا كان الطرف المقابل ليس كرديا، يتمسكون برأيهم وينقلون الأدوات أو الدلائل النقلية والنوعية لإثبات رأيهم والإصرار عليهم. وهذه صفة يتمسك بها معظم الشعوب، أبناء الشعوب المضطهدة. عندما تكون الموضوع هام، عندما يكون الموضوع ذو أهمية لدى الكردي، كالمواضيع القومية، كالمواضيع السياسية، كالتوجهات، كالموضوع العقائدية التي تهم الكردي، قد يختلف الأب مع الابن في موضوع ما، فنرى أن الابن يتصلب في رأيه، وقد يؤدي هذا التصلب إلى الهجرة أحيانا. مثال شاب كردي يريد أن يتزوج من فتاة، هذه الفتاة أهلها لا يعجبهم والده، فيصر أنه لا يزوجه منها، مما يؤدي إلى الهجرة. يا ترى الكردي بيكون عنيد ومتشبث بموقفه السياسي، أم بيكون مرن بالتعامل السياسي، خصوصا أنه بسوريا الكرد بيملكوا أكثر من 30 حزب كردي، والعمر السياسي للبعض منهم أكثر من 50 سنة. سياسة الكردي أكثر شيء غير عنيد فيه هي السياسة. سياسة يعني يتنازل بكل سهولة عن مبادئه أو عن آرائه أو عن برامجه عندما يفرض عليه فرضا من قوة أخرى. لذلك العناد الكردي والسياسة لا يلتقيان، العكس تماما. يعني الكردي جدا لين من هذه الناحية، ناحية التمسك بسياسته أو بمبادئه، إلا استثناء. فعندما تناقش في موضوع سياسي يزداد عنده العناد، في موضوع قومي، في موضوع سياسي يخص الكردي بشكل عام، فيزداد عنده العناد ويتشبث برأيه، يتشبث بقوميته، يتشبث بالأمور المصيرية التي تهم الأكراد، فيصل العناد إلى أعلى مستويات عند الكردي في هذه المسألة. عنيد بالسياسة والتمسك بالقومية أيضا،
نرى بعناد من خلال هذا العناد نرى أنه متجزئ إلى 70 حزب، لأنه كل فرد منهم يتمسك برأيه، مو مستعد يسمع الآخر. عرفنا شو سبب العناد عند الشخصية الكردية وإمتى بيكون مصر على موقفه ورأيه، لكن هل من الممكن أنه يكون إصراره على موقفه بيأثر عليه وعلى علاقاته، خصوصاً على محيطه وعائلته؟ خلينا نشوف. بالنسبة لمسألة العناد موجودة مجتمعنا الكردي والمجتمع الشرق الأوسط بشكل عام، موجود بين النساء والرجال، بس الكفة بتميل لصالح الرجل، لصالحي طبعاً. هيك تعلمنا، يعني الرجل لازم يكون عنيد ليمشي كلمته، أو هو تتمشى كلمته يعني تلقائيا بهذا المجتمع اللي نحن عم نعيش فيه. وأنا بشوفه أنه نقطة إيجابية بتكون لما الزلمة بيكون واعي وبيحب مصلحة العائلة، أكيد لازم العناد ضروري. أنا عم شوف أنه العناد مرات بيأثر سلباً على العائلة ومرات إيجاباً. العناد القوي كتير بيأثر على الطفل أكتر شيء، أكتر من الكبار يعني. أوقات ينتزع مزاج العائلة من وراء العناد، بيلتغى شي مشوار من وراء العناد. شي نسبي لأي شخص، في أشخاص كتير عنيدة مسائل مصيرية، وفي ناس أمور بسيطة عنيدة. بالنسبة لي مرات بكون بعض الشغلات عنيدة، بس طبعا هذا الشيء مشان مصلحة العائلة. يا ترى في عناد عند الشخصية الكردية داخل العائلة، إنه داخل البيت مثلا وقت اتخاذ القرار أو الحوار؟ ويا ترى إذا في عناد بالعائلة كيف بيأثر على جو البيت، ومين يلي بيفرض الرأي؟ هل هو الزوج أم الزوجة؟ ليك جاهزة انت مطالع الولاد شي مشوار؟ لا والله ما انا جاهزة. كيف بدنا نطالعهم؟ كل يوم دورك، مو جاي بالي تطلع. ما كل يوم دوري، اليوم كمان. الاسبوع الماضي كان دوري. الولاد بدهم اياك يعني، ما بيصير. ما فيني، تعبانة غير مرة ان شاء الله. امتى يعني؟ الاسبوع الجاي بالعطلة ان شاء الله نطلع كلنا سوا. واليوم انا وعدت الاولاد لازم طالعهم. طالعهم لحالي. عن جد ما فيني لحالي. انا كمان ما فيني اطلع. شو بالزور يعني؟ شو احمد، ما خلصت المباراه كمان؟ لا ما خلصت لسه. شو عم تحضر مره ثانيه؟ امس حضرنا المباراه. ايه بس هيك في كم لقطه بدي اعيدهم، هيك بدي ركز عليهم شوي. طيب كل يوم مباراه، هلا صار وقت مسلسلي. لا عن جد خليكي، اعطيني بدي يعني. اعطيني جهاز مسلسلي هلا بيطلع. انا بدي احضره كم دقيقه، نص ساعه بيخلص يعني، ما بيطول. انا من الجمعه لجمعه بحضر هيك مباراه. طيب كل يوم؟ خلص نحن كمان بدنا نتفرج. تمام بس يخلص. ماشي اوكي. طبعاً كل الأمور وتأثيرات البيئة المحيطة بشخصية الكردي ما قدرت تأثر على شخصيته على كل الأصعدة، من حيث الدراسة والعمل السياسي. فالكردي السوري اللي كان محروم من الجنسية طوال 50 سنة قدر يتغلب على اضطهاد نظام الأسدين، وقدر يكمل الدراسة ويمارس العمل السياسي ويحافظ على عاداته ولغته وثقافته وتراثه وعلاقته الممتازة بمحيطه. خلونا نشوف كمان رأي المكونات السورية التالية اللي عايشت وعم تعيش لهلأ مع الكرد. وسؤالنا المهم هو، هل من الممكن أنه تأثر شخصية الكردي العنيدة على طيبة قلبه؟ الشخصية الكردية هي شخصية متعاندة بالرأي، صاحب فكر مثل ما أقول جامد، ما أكثر من هيك. بس في الأخير هو شخصية حلوة مقبولة بالمجتمع. طبعاً هن ناس مريحين،
عندهم أشخاص متميزين، ولكن هن عندهم صلابة بموضوع عقليتهم، قرارهم، إصرارهم بممكن إذا بدهم يحصلوا على شيء فمنقول له عقله كردي، يعني خلص هذا إنسان بده يحصل على هذا الشيء. أنا بالنسبة لي كنت من مواليد المالكية، يعني كنت هنيك عايش بيناتهم، وحتى خدمت في الجيش معهم سوا، ورفقاتي كانوا معي بالوظيفة واتوظفنا كنا سوا. بالعكس الشعب كردي وكشخصيات يعني كردية كانوا ممتازين، يعني معنا ما كان في أي مشاكل، بالعكس مرحين وشعب طيوب. يعني كشخصية الكردية هي شخصية كثير حلوة، وأحلى شيء فيهم حديثهم ولغتهم، يعني بتطلع على لغتهم لو حق محمد رسول لو هيك تشك، يعني لغتهم كثير هيك بتحس فيها بساطة وحلاوة. شخصية كردية شخصية مرحة طيبة عفوية. نحن طبعاً جارنا هو كردي قاعد عنا حالياً بنفس الحارة، بس عندهم عذر واحد أنه متشدد برأيه. شخصية الكردية شخصية كويسة، يعني ما أنه مثلاً مرحة، ما عندهم مثلاً لقم، ما عندهم حقد. الشعب الكردي كويس، أنا رحت يعني عشرتهم وماش بخدومين ومضيافين. شخصية محترمة جداً، أنا عندي محل مواضي زي بيجوا جماعة يعني محترمين بحالهم بيشتروا، يعني جماعة من الأخير كويسين. هلا بشكل عام الشخص الكردي انا مثل ما بعرف يعني حسب خبرتي والتعامل معهم ما قبل الثوره صعب كثير، يعني خلص اذا هو متمسك بفكره مستحيل انك تقدر تطالع عن هي الفكره، لكن كمان بيترافق مع هذا الشيء انه قلبه بيكون كثير طيب بشكل لا يوصف، يعني هذا الشيء اللي بعرفه عنهم. بالنسبه للشخص الكردي هو صعب، يعني صعب المراس، عنيد، عنده طبع حاد، ما بيقتنع بسهولة، متع بكثير من الصفات الجميلة، هو إخلاصه بالعمل وأنه يعمل في أي مجال وفي أي مكان يوضع فيه يعمل به، وحتى يعني يبدع وعنده إخلاص للصديق سبحان الله، يعني صديقه صديق بالنهاية، هي ما بيخونه ولا بيغدر فيه أبدا، وعنده مجموعة صفات شخصية سبحان الله يقتنع برأي معين وبفكرة وبمبدأ معين ويقف عنده، يعني لا يغير ولا يحور ابدا، خلاص يقتنع بفكره معينه ما ببدل ابدا، انه انا هيك انا هذا الامر هذا اللي انا مقتنع فيه، انا هذا الشيء انا لقيت انه هذا الصح. يعني عنده قوميه لا توجد في 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 اخر يعني من العرب وغيرهم، فتجد في عنده انطوائيه يعني فقط على الدائره المحيط بها، حتى اللباس الكردي، حتى التراث، حتى الزواج والتزاوج بينهم، فتجد هذه الامور كلها تعطي صبغه للشخص الكردي لا توجد في شخص اخر من العرب وغيرهم حتى من الأجانب. وهيك عرفنا غالبية الصفات الشخصية عند الكردي بشكل عام، بس يا ترى شخصية الكردي السوري تختلف عن الكردي بتركيا والعراق وإيران أو حتى بلاد المهجر، وشو ممكن يكون هالاختلاف؟ نتيجة الحدود المرسومة صار كل جزء من كردستان ينمو ويتطور ويكبر وفق منظومة معينة للحكومة المسيطرة على ذاك الجزء أو ذاك. الكردي في غرب كردستان أو في سوريا يتميز بنوع من الليونة أكثر من أخيه الكردي في شمال كردستان مثلا، وهناك في شمال كردستان أيضا حسب المنطقة التي نعيش فيها خالطنا كثيرا من أبناء شمال كردستان، لاحظنا أنه أهل منطقة دير سمزازة أكثر عنيدين أكثر من غيرهم مثلا. ما يتعلق بشرق كردستان من الصعب الجواب على هذا السؤال بحكم عدم الاختلاط أو يعني اللقاءات قليلة جدا قليلة جدا. أما جنوب كردستان، نعم جنوب كردستان أيضا عنيدون وعنيدون بشكل كبير أيضا، من المحتمل جدا نتيجة العلاقات الاجتماعية المستندة إلى العرف العشائري السائد هناك، يعني إذا تقلصت التأثير العشائري في غرب كردستان، لكن في جنوب كردستان ما زالت العلاقات قوية جدا والتمسك بالعرف العشائري والعادات والتقاليد والزعماء أيضا، يعني هذه العوامل تؤثر بتكوين الشخصية الكردي في كل جزء من كردستان. أكراد سوريا أكثر وعياً وثقافةً من أكراد تركيا وأكراد العراق حسب رأيي. الأسباب طبعاً موجودة، تركيا
أن تراهم يميلوا إلى الدين أكثر من القومية. أنا هكذا أرى يعني حسب رأيي أنه الأكراد في تركيا متشبثين بالدين أكثر من القومية ويحبوا المادة أكثر من غيرها. أكراد العراق من المعاناة والثورات والحروب اللي خاضوها تخلفوا علميا، لم تتوفر لهم المدارس والبيئة، حروب ودائما كانوا بصراعات مع غيرهم. نراهم أيضا ثقافة وعلميا أقل ثقافة وعلم من أكراد سوريا. اختلاف الأطباع والصفات الشخصية برأيكم بيكون فيها فرق بين كرد الجزيرة وكرد عفرين وكوباني وكرد الداخل السوري؟ خلينا نشوف. بشكل عام لا توجد فروقات كبيرة سوى اللهجة. بلاغي أم تجد أكراد عفرين لهجتهم غير لهجة أكراد القامشلي، غير لهجة أكراد ركن الدين، مع العلم أن أكراد ركن الدين تقريبا نسوا اللهجة. فتجد إنسان يقول لك أنا كردي من أكراد ركن الدين لكن لا أستطيع تكلم باللغة الكردية. نتيجة أنا بنظري نتيجة الظروف التي مارستها عليهم الحكومة من تمييع وينسون الهوية الكردية، فلا يستطيع التكلم باللغة الكردية، حتى تقلل اهتمامهم بالعادات الكردية والتقاليد. أما بالباقي المحافظات، أكراد عفرين، أكراد القامشي بشكل عام، المناطق القحطانية، المالكية، دربسبية، راس العين، هيك كلياتها ما زال الكردي محافظ على التقاليد واحدة ما عدا اختلاف بسيط باللهجة. الكردي اللي عايش في الجزيرة وكوباني وعفرين محافظ على عاداته وتقاليده أكثر من الكردي اللي عايش في دمشق، محافظ على لغته على الأقل. نرى أكراد دمشق قليل جدا من يتكلم الكردية، وهي أيضا كردية ركيكة جدا. إذا تأثر طبعا تأثر البيئة، تأثر معيشة مخالطة اجتماعية في دمشق. وحسب رأيي يعني أنا أنه الحس القومي عند أكراد دمشق أقل جدا من الحس القومي عند أكراد الجزيرة وكوباني. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، هيك بنكون بحلقتنا الأولى من برنامج زوم كرد، تقربنا أكثر من الشخصية الكردية وعرفنا صفاته وتعرفنا على أحد أهم مكونات سوريتنا اللي بتعكس جمال البلد. للحلقة الجاية بنشوفكم على خير.